السلام عليكم ورحمة الله. بونسوار مي زامي، بونسوار مي زيليف، كومون طاليفو حبايبي طلاب الثانوية العامة، ايه الأخبار؟ معاكم مسيو محمد، هقدم لكم درس مهم جدا من دروس الجرامير. عندنا اسم الليسون بتاعنا لي برونو بيرسونيل، الضمائر الشخصية. مع بعض كده هنركز يا جماعة في فيديو بسيط إن شاء الله يكون موفق للجميع. إحنا طبعا بدأنا المحاضرة بتاعتنا من أونيتي أن، الوحدة الأولى، لو كلوب دو سبورتيف، نادي محب الرياضة. أخدنا أو بدأنا مع بعض الدرس الأول ليسون أن، دير كال سبور أون في، قول لي أي رياضة تمارس. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت في الفيديو بتاعنا عن الفوكابولير، وشرحنا الفرق ما بين أفعال التفضيل إيمي وأدوري بريفيري وفيرب فيغ وفيرب جوي. النهاردة بناخد الجزء الثاني من الجرامير بتاعنا، اسم الليسون لي برونو تونيك، ضمائر التأكيد. أي جملة في اللغة الفرنسية بتبتدي بفاعل جو والتو والإيل والآل والنو والفو والإلافيك إس وألافيك إس. ضمائر التأكيد دي هي ضمير بيجي بعد السوجي أو قبل السوجي علشان يأكد على الجملة. الجو البرونو تونيك بتاع موا، مو انا، جو في او جيمناز. التو البرونو تونيك بتاعها توا، توا تو تابل كومون. الايل بيجي معاها برونو تونيك لوي، والال ال، والنو سافا. اما النو البرونو تونيك هي والان نفس الضمير نو، والفو فو، والالافيك اس او، والالافيك اس هي الافيك اس. يعني ايه الكلام ده يا مسيو؟ ضمائر التاكيد هي ضمائر تسبق الفاعل لتؤكده ولا يصرف مع الفعل، وتيجي احيانا بعد حرف جر، افيك مع، شيء عند، بوغ من اجل، دو من، وآلة. مثال اكزامبل يا جماعه، تعالوا نشوف كده الجدول قدامنا ده مكتوب ديز اكزامبل. موا انا، جو في او جيمناز، طالما في جو اقول قبلها موا. توا اقول لك تو تابل كومون. لوي هو، الي جونتي. ال الي غروند او الي جونتي. نو احنا، اوني تو كوبا، احنا كلنا اصحاب. نو نو سوم كوبا. يبقى النو ممكن يجي معاها برونو تونيك نو، والاو لان برضو معناها احنا بيجي معاها برونو تونيك ايه؟ نو. فو فو زات سبورتيف. جيم اتر ميديسان كوم فو، نفسي اكون طبيب كوم فو زيكو. او هم، ال جو او فوت. فوالا مي كوبا، دول اصحابي، جي جو افيك او، انا بلعب معاهم. في اخر اكزامبل، ال الفون دو تينيس، ماريون باس لا سواري افيك ال، ماريون بتقضي السهره معاهم. الجزء الثاني من الليسون بتاعنا لي برونو بيرسونيل، الضمائر الشخصيه. يستخدم الضمير الشخصي ليحل محل مفعول في الجمله لعدم تكرار الكلام. اول نوع من الضمائر الشخصيه حاجه اسمها برونو بيرسونيل ديريكت، ضمائر مباشره، هي المو والتو والنو والفو. لو قلت لك تو مو فوا، انت شايفني، هتقول وي جو تو فوا، ايوه شايف حضرتك او شايفك. تو مي ايكوت، سامعني، هتقول وي جي تي ايكوت، سامعك. تو نوز اتون، انت مستنينا، تقول وي جو فوز اتون. يبقى عندنا مو وتو ونو وفو. معانا كمان لو ولا والا بوسوف ولي. هذه الضمائر تحل محل مفعول مباشر لا يسبقه حرف جر، ولكن يسبقه ايه؟ ادوات معرفه، لو ولا والا بوسوف ولي. صفات ملكيه، مو مامي او تونتا تي او سونساسي. كمان ممكن يجي قبل المفعول صفات اشاره، سو وسات وسات وسي. أن يكون المفعول اسم عالم، ممكن يكون اسم شخص أو مدينة أو دولة. تعال نشوف كده الإكزامبل ده بيقول إيه. جو فيزيت لو ميوزي، أنا بزور المتحف. عاوز أقول يا جماعة أنا بزوره، هقولها إزاي؟ جو لو فيزيت، جو لو فيزيت، اللو دي جاية بدل لو ميوزي. قال لي سات استواغ، هي بتقرا القصة. قال لالي، قال لالي، هي بتقراها. قال الساي سي روب، هي بتقيس الدريسز. قال ليز الساي، اللي هنا جاية بدل إيه؟ جاب بدل غوب. إل انفيت جون إليو، هو بيعزم أصدقائه جون وليو. إل ليز انفيت، إل انفيت جون إليو، إل ليز انفيت. جيم سي جن، جيم سي جن، بحب هذا الجينز أو هذا البنطلون، هقول جو لام. مكان الضمير الشخصي لبرونو بيرسونال، لبرونو بيرسونال يوضع الضمير دايما يا جماعه قبل الفيرب. يعني اقول جو ريغارد مونامي، انا بشوف صاحبي، هقول جو لو ريغارد، اللو هنا جايه بدل مونامي. جو نو ريغارد با مونامي، جو نو لو ريغارد با، هنا اللو برضو جاي في الاثبات والنفي. جو في بروندر لو تران، انا هاخد القطار. جو في لو بروندر، في حاله الفوتور بروش بكتب ايه؟ بكتب البرونو بيرسونيل قبل المصدر. في تون دوفوار، اعمل واجبك، هقول لك في لو. في لو يوضع البرونو بيرسونيل، الضمير الشخصي، بعد الفعل في حاله الامر المثبت. اما الامر المنفي اجيبه قبل الفيرب، اقول لك ني برون با لو بوس، لا تركب الباص. نو لو برون با، نو لو برون با.
اما النوع الثاني من البرونوبوكسونال اسمه برونوبوكسونال انديركت ضمائر غير مباشره، هما اثنين بس لوي ولير. يعني يا مسيو ضمير غير مباشر يحل محل مفعول غير مباشر. يعني ايه المفعول يكون غير مباشر؟ يسبقه حرف جر. هنا بقى لازم يجي حرف جر قبل الكلمه. ايه حروف الجر؟ الاو والالا والالا بوستروف والاو اكس. اللوي بدل المفعول المفرد واللير بدل المفعول الجمع. تو بارل ا بولين، انت بتكلم بولين او انت بتكلمي بولين. وي جي لوي بارل، جي لوي بارل انا بكلمها. اكري ان ميل اتونامي، اكري اكتب ميل لصاحبك، اكري لوي ان ميل. هنا استخدمت لوي يا جماعه بدل اتونامي. الفا دوني لي كايي او زيليف، سافا. Il va donner le cahier aux élèves. هنا aux élèves بقول عليها مفعول غير مباشر. يعني ايه يا مسيو؟ هو هنا مفعول جاي قبل حرف جر او اكس وجمع، هقول هستبدله بايه؟ بلير، واكتب لير قبل الفيرب. هو هيقدم الكراسات للطلبه. Il va leur donner le cahier، هو هيقدم لهم الكايات او الكراسات. Ni passe pas le ballon au gardien ni lui passe pas le ballon. Attention، اسماء الحيوانات تستبدل بنفس الضمائر المفعول الشخصية للإنسان. يعني جي لونس لو بالون او شيان، أنا بشوط الكرة للكلب، يبقى جي لوي لونس لو بالون. هنا لوي جاي بدل إيه؟ لو شيان. في دايما الجملة الغير مباشرة فيها أفعال مميزة زي فيرب بارلي، يتكلم، بارلي أ، دير أ. لازم المفعول يا جماعة يسبقه حرف جر، اللي هي أفعال معينة بتيجي دايما مع لوي ولير زي بارلي ودير وأنفوايي وريبوندر ودوني، وكمان فيرب بوزي، أنونسي، إكسبليكي، acheter, rendre, offrir, sourire, offrir, téléphoner, demander, écrire, montrer, apporter, raconter, réserver, plaire, offrir, oui, كمان quitter. Ça va؟ طبعا ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنتكلم مع بعض عن الانتروجاسيو، ادوات الاستفهام اللي هي اداه الاستفهام كي. النهارده قدمت لكم لسون مهم جدا، اسم لسون بتاعنا لي برونو بيرسونال، الضمائر الشخصيه. ان شاء الله في محاضرتنا اللي جايه هنحل على لي برونو بيرسونال. كنت معاكم مسيو محمد، اتمنى يكون الفيديو مفيد للجميع. اشوفكم على خير المحاضره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.